السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. جمعة طيبة ومباركة عليكم وعلينا بالخير يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت الرسالة؟ شفتها قبل ما تتمسح؟ شفتها. جميعا مين ده؟ انا بس. مين جميعا اللي منور ده؟ انا بس. منور الدنيا كلها. لا لا لا، روح شوف اللي وراك، روح شوف اللي وراك. انا كده كده كنت عاملة صامت عادي. تعالي تعالي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما أنا بقولك اقفل، ما أنا بقولك اقفل وما تشغلش بالك. كده كده عادي، لو ما حدش دخل أنا بعمله صامت، ما فيش مشكلة. والله عادي، والله عادي، مش مشكلة والله. ولا بقول للحد حط اللايك، المهم الناس اللي موجودة مش اللايك. رايحة فين طيب؟ رايحة فين؟ ربنا يعزك يا رب، ربنا يعزك. روح شوف اللي وراك طيب عشان ما اعطلكش. روح شوف اللي وراك، ربنا معاك يا رب. ما انت كده هتقفلي التليفون يا لوز. تعالي اقول لك حاجه، تعالي اقول لك حاجه. صوتي ربنا معاك، ربنا معاك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وكفى بالله وكيلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
صباح النور، منور الدنيا كلها. قفشات، اخبارك؟ والله يا قفشات، امبارح بعد ما دخلت قلت لك السلام عليكم وقعدت بقى اسلم ومش عارفه ايه، والله النور قطع. جمعه مباركه علينا وعليكم بالخير يا رب العالمين. اخبارك ايه؟ ورورو القمر عامله ايه؟ والله كان نفسي اطمن عليها امبارح عشان عارفه ان هي تعبانه. صباحك رضا من الرحمن يا رب. نورت الدنيا كلها.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعة طيبة مباركة علينا وعليكم بالخير يا رب العالمين، منورة الدنيا كلها. الله يعزك يا رب، الله يعزك. سامعة القلب، الله يعزك ويجبر قلبك يا رب، ربنا يجبر قلبك يا رب. الله يعزك، والله نورتيني نورتيني أخي محمود. الله يعافيك بكل خير يا رب، الله يعافيك يا رب، على راسي والله، منورين جميعا، موفقة بيكي، الله يكرمك ويعزك يا رب، والله نورتم جميعا، والله الله يكرمكم يا رب. ما انا عارفه ان ده وقت الصلاه، ادعي لنا بقى، ادعي لنا يا اخي محمود، ربنا يتقبل منك يا رب صالح الاعمال وييسر لك امرك، اللهم امين يا رب العالمين، الله يكبرك. ام هبه منورين جميع الحضور، ده النور نورك والله العظيم، النور نورك، نورتونا وشرفتونا على راسنا من فوق. اخباركم ايه؟ واللي وراه اي حاجه والله والله يروح يعملها، امانه عليكم. انا عارفه ان ده وقت ضيق اساسا. اللهم امين يا مسلمين اجمعين، امين، اللهم امين يا رب العالمين، امين يا رب. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا ييسر لكم امركم يا رب، واجعلها جمعة خير وفرج وتيسير الامر، اللهم امين يا رب العالمين، ويبعد عننا وعنكم كل شر. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وكفى بالله وكيلا. أمين أمين يا رب العالمين.
انا عارفه والله ان ده وقت ضيق اساسا، بس اللي وراه حاجه والله يروح يعملها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. واقفوا قضاء أمري إلى الله، إنما أنا بصير بالعباد. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألف مليون سلام عليكي، ألف مليون سلامة. ربنا يشفيك ويعافيكي شفاء لا يغادر سقما عاجلا وليس آجلا. اللهم أمين يا رب. ربنا يشفيكي يا حبيبتي ويزيح عنك يا رب. والله نورتيني، والله نورتيني، وحضورك ده على راسي. ربنا ييسر لك أمرك يا رب، وإن شاء الله خير بإذن واحد أخد خير وما يطلعش في حاجة. هي الناس كده كده راحت الصلاة، وانا كمان شوية كده هقفل برضو. لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم انت الشافي المعافي، اشفي شفاء لا يغادر سقما عاجلا وليس اجلا يا رب. ربي يشفي كل مريض يا رب، ربنا يشفي كل مريض. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فوت امري اليك يا رب. انتي سايبة بك يا سبحان الله، وربنا يرزقك. الله يعزك، الله يعزك يا رب، الله يعزك ويكبر قلبك يا رب ويبعد عنك كل شر. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي، والله على راسي، على راسي كلك ذوق والله. ربنا يعزك يا رب. روحي عشان ما تأخريش على الإشاعة بتاعتك، وإن شاء الله خير والله، إن شاء الله خير. ربنا يجبرك إن شاء الله، ما يطلعش فيها أي حاجة. ربنا يشفيكي ويعافيكي ويزيح عنك. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أنت الشافي المعافي يا رب. ربنا يجعلها كده جمعة شفاء لكل مريض. اللهم امين يا رب، وجمعة خير وبركة ورزق، ويبعد عننا وعنكم كل شر يا رب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، حتى من جهة تحت مفيش رسالة للشيعة، قسم الشيعة مفيش رسالة تتكلم في موقف مطلوب مثلا هذه السنة. لا بالله عليكي، والله العظيم أبدا، وحياة ربنا أبدا، اقفليه وخديه معاكي وروحي الإشاعة، والله العظيم روحي الإشاعة وربنا يسهل لك أمرك يا رب، وإن شاء الله إن شاء الله خير، والإشاعة مش هيكون فيها أي حاجة. بس لا أمانة عليكي، بصي ما تشغليش بالك، والله العظيم يعني حضورك ده على راسي، والله 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 كمان مرة حضورك ده على راسي. اقفلي تليفونك وادخلي الإشاعة وإن شاء الله خير، ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب شفاء لا يغادر سقما عاجلا وليس آجلا. مش عارفة أقولك ايه والله، على ذوقك ده، الله يعزك يا رب، الله يعزك ويجبرك ويبعد عنك كل شر، ربنا يشفيكي يا رب، وألف ألف ألف مليون سلام عليكي. لا وخلي بالك على حاجتك بقى، خلي بالك على حاجتك بعد كده، ربنا يبعد عنك كل شر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم أنت الشافي المعافي يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فوضت أمري إليك يا رب، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب. لا إله إلا أنت سبحانك أنت من الظالمين.
ان شاء الله ارجع ترجعي بالف سلامه، ترجعي بالف سلامه، ويجعلك كده في طريقك كله خير وسلامه يا رب. ان شاء الله خير، ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب، يشفيكي ويعافيكي يا رب. اقفلي بقى بالله عليكي، بالله عليكي اقفلي عشان تروحي تشوفي الاشعه. ان شاء الله خير. ربنا ييسر لك امرك باذن واحد احد. اللهم انت الشافي المعافي يا رب.